ملقل جديتو مخي لقيتو في الغربة لقيتو في الحومة جديتو في العيلة جديتو جمهور لقيتو جديتو لما تعيسى رحلة يا بابا لما العيلة في الصالة وربي يفكر وفقانا لما تعيسى رحلة يا بابا لما العيلة في الصالة وربي يفكر وفقانا الحوار التونسي فرحان برشا كي العادة تحضر معانا بايزادي حنان العش زياد المكي لحبيب ميغالو النجمة الفنانة المتألقة السوبر ستار الشاشة تكلها ماكلة كده قدامها دراما ولا كوميديا نعيمة الجاني ما فماش كيفو الوحيد في تونس اللي نجم يسمعك موسيقى يضحكك ويضحك معاك مصفى تلاجي مرحبا يا جماعة مرحبا زيوس دي جي مرحبا مرحبا فيبري قبل التحية والسلام ذكركم يا جماعة اللي فما زوز كراهب لمدكم تنجموا تربحوهم قريبا كي تبعثوا قابل SMS على 85 810 تربح الكيا وتزيد تربح معاها الدي ماكس بحرف أ بالSMS على 85 810 مساج واحد يربحك زوز كراهب كاملين فرحان برشا اليوم تحضر معايا نعنوع الغالية يا مساء النور يا مرحبا يا نعنوع بدلوا لي الكرسي اسمع شو انا ما عندي مخبي زيد قوم اعطي الكرسي لنعنوع لا المشكلة في الوزن خويا لا لا تبارك الله عليها نعنوع هذوما يمين ايه والله عملت ريجيم ايه والله نعنوع كان اسمعني تحب كرسي نمد لك كرسي يعيشك يا عمو زيد عينيا ليك انا نعنوع يا ربي خليك ليا برافو نعنوع ربي فضلك وربي يخليك وبرافو على اللي عملته في رمضان بالرسم اللهم صل على النبي عليك الفندق كالعادة أنا نوع سمي في القمة ربي خليكم شكرا 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 ربي خليكم معلمة ريت ما وزيد والله يسحبها برشا أنا نوع وربي خليك عديد الكرسي ليه الكرسي ستوفة يا باهي مرحبا أصبع ستوفة طول بالميكرو طول عالدخلة طول أنا مش مريقل أنا مش مريقل ها 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 وانتي مش مريقلة دلجين ومش عويقل ها وانتي مش مريقلة اوه هتك هتك في الهبل فطيني وفطك اوه هتك درويشة وعشقت في مصدك خلينا على هالريقلة أنا مش مريقل ملا الجو اسمع شو اللي يعرف يشطح باش نعطيكم 15 ثانيه كبيره الدخله هكا نبداو في جونا فوق الطاوله لابس جرب مازال حاشنا بها الكراسي باش تطا هاي شاطحه الناس كل 15 ثانيه الحاجه اللي تطرب ولا يشطح عليها وانتم احرار في ذلك ما تحشمنيش يا زوس يهديك 3 2 1 توب اصلا شو كيف ما مشاهدين بيراوش مو نعنوع او كيفاش تمشي صبور اصلا قلت لكم اليوم مستعده برشا ضحك برشا جو برشا موسيقى برشا هبال في امبيونس ان شاء الله ربي تعدى من زينه على الاخر نشكركم على اختياركم جودي تو ان شاء الله باذن الله تعدى حلقه استثنائيه كالعاده نبداو سلايم كيدز حالا
شو هو اللي كما نقوله يكتب القصة ويعطيها؟ المخرج معناه مخرج يكتب قصة بش يعمل بها أفلام ولا مسلسلات. واحد يخرج البرة. المخرج هو اللي يكتب القصة متاع الدور وزادة يعطيها الممثلين ويقد البلاصة بش يمثلوا فيها. ساعات تقول لي ساتي مخرج من القصة. والصغار حضور في جديتين حتى تصفيق كبيرة برش على سلايم على الصغيرات اللي كنتوا تفرجوا فيهم سكريب مخرج جو شيخات فوندو نحكيو في هذايا إن شاء الله شوية آخر مع نعنوعة. بصراحة الأولاد شكون لقى تليفونه متاع العام اللي نجم يكمل به العام؟ والله أنا هذا نخمم باش نطيش به كل واحد يخمم بدل تليفونه. لقيت تليفون سيء اللي باش يكمل به العام ونقترحه على السادة المشاهدين تو سويت يتعرفوا عليه أكثر مع أوبو. هاي سيدة دوم مباشرة في صلب الموضوع لعبة إكيب يمين ضد إكيب يسار. شاركم زو صور الأولانية زوم فا 30 وبعد زوم فا 15 وبعد التصويرة العادية اللي طلعها في 30 عنده 30 نقطة في 15 عنده 15 نقطة وفي العادية عنده نقطة. نبدأ بالتصويرة الأولانية زوم فا 30 30 نقطة. هي التصويرة هذي عسل. أنت العسل يا بايا اللي بعدها فا 15 هي هذي زوم فا 15 باش نصغروا شوية. روبا مطروزة. روبا مطروزة ماهيش روبا مطروزة. حتى نلعبوا التصويرة زوم نورمال عادي هي هذي. بابيو. الصورة الثانية على 30 نقطة هي هذي. إن شاء الله خير. بابيو. برقدينا. الصورة العادية ما غير زوم فا 30 ما غير زوم فا 15 هي هذي. رومبواز. زوم ميكروسكوبيك ما تريتوا الزوم هذاك هو الريال اللي تنجموا تعملوه. باللوبو غينو سيت بالرسمي ما تحاجة عالمية تير تيران اللونتيم تاعو تعمل تكبر صورة فوا 15 فوا 30 وكريتو كاليتي بالرسمي تير تيران حاجة عالمية وممتازة برشا وبرافو لوبو اللي عطيتنا حاجة كيما هكا. بالنسبة للسيلفي ترى انا طلع حنان السيلفي نتاعو معناتها الكابتور نتاع السيلفي نتاعو اولترا سنسيبل هو في اوبو اكس سوني كابتور اولترا سنسيبل 32 ميجا بيكسل وهي الاولى في عالم الكاميرا سيلفي في العالم. بالنسبه للكاميرا غير اللي موجوده فيه هي 64 ميجا بيكسل تريبل كاميرا تنجم توصل حتى ل 108 ميجا بيكسل 108 ميجا بيكسل وموجود فيه الهاش دي ار اللي مغرومين بالتصاور يعرفوا الكاليتي هاش دي ار اللي هي الاحسن ما فما. دونك يعطيك تصاور مزيانين على الاخر وبالرسمي برافو لوبو غينوسيت بطل العالم عندنا في التصاور كاليتي تير تير تيران كما كنتم صادقين. شوفوا الفيديو هذا نحكيو على الكاميرا رسمي حاجه ممتازه على الاخر حاجه عالميه للكاميرا شفتوا حاجه تير تيران وانا بصراحه اللي عجبني برشا يا حبيب قلبي محليه ما شبو قداش ديزاين نتاعو مزيان على الاخر قداش اللون مزيان على الاخر. دونك فما نوار كوسميك هو اللي موجود عندك انت وفما لورانج كريبوسكول اللي موجود دونك ولي اول مره الكولور هذا موجود في تونس. دونك كيما تشوفوا تليفون ممتاز على الاخر زوم كاميرا اللي موجودين في معناتها في التليفون يعطيو روندو نتاع تصاور مزيان على الاخر بما انه ليكرون تاعو 6.4 بوس اموليد عالميه ليكرون تاعو يعطي كاليتي بالرسمي تير تيران ستوكاج نتاعو 256 دونك تنجم تصب اللي تحب وديما ستوكاج موجود الرام تاعو 8
8 جيجا رام واكستنسيبل حتى ل 13 جيجا رام بلس، معناتها حاجه ممتازه على الاخوه خاصه اللي يهمني انا في التليفون ونحبوا في ساعه شارجه ويشد شارج برشا. كانك على الكاباسيتي نتاعو هي 4500 ملي امبير اور، دونك بالرسم يشدك مرتاح. والشارجور اللي يتباع معاه موجود في الباك 33 وات، معناتها حاجه ممتازه على الاخر يخليه يقبل الشارجمون رابيد، حاجه مزيانه على الاخر، ديزاين مزيان على الاخر. بيجو هذا موجود الريزرفاسيون ليكم انتم من نهار 19 ماي حتى نهار 24 ماي، موجود سو ريزرفاسيون على www.opodeals.com. ادخلوا opodeals.com، السوم تاعو 1,499,000 ريبوبليك كونسيي، ومعاه بشويه راهو 1,499,000 ماهوش تليفون وحده، خاطر معاه كادو ممتاز برشا اللي هو كادو سبيكر فينتيج موجود معاه. ومازال عندنا مهم برشا، عندك 3 أشهر جارانتي على الاكرون، اي حاجه تجري للاكرون نتاعك خويا انت مضمون والجارانتي نتاعك موجود. دونك ادخلوا لللايف نتاع الشين يوتيوب اوبو تونيزي، المعلومات اللازمه اللي تلقاوها كل تلقاوها موجوده عليه. دونك برشا مفاجات يستناو فيكم كان تمشيو تعملوا طله على الباج انستغرام اوبو تونيزي والا على الباج فيسبوك اوبو تونيزي. وانا اخترت تليفوني الجديد، فوالا اعلمكم رسميا هذا تليفوني لبقيه العام 2022. في جودي تو يحضر معنا اليوم ضيف الجزء الأول، بطل من أبطال تونس، واحد من لاعبي الشبان الممتازين في تاريخ كرة اليد التونسية. فرحان برشا نستقبلوا معنا لاعب المنتخب، لاعب الترجي، وائل جلوس. هو من الشباب اللي تبارك الله عليه، معناتها مستقبل كبير، لعب في من اكبر الفرق في العالم كيل برشلونه، معناتها تبارك الله اللهم صل على النبي. وفرحان برشا انك موجود اليوم معنا لهنا، وشرف كبير برشا لينا. جوست بعد اذنك نطلب منك معناتها جوست الخمسه اكثر من اللي راه في التلفزه يذور. لا خاطر تحب يقف جنبه برا، يقف جنبه برا برا ميقال ميقال برا برا بلا وائل اقف له وريه، قال لك اقف له اقف له اقف له مش بعد برشا. تراوزوا الكاميرا غادي اللهم صل على النبي، زيد طور روحك ميقال. واي باهي يترى يترى ونص قد الكرسي يترى يترى ونص. قلت معناتها مش ستة رقم لاعب، معناتها تونسي يلعب في اعرق الفرق العالميه والاوروبيه. وقلت لك قبيله شويه نطلب منك انك لبعض الدقائق 15 دقيقه فقط باش نطلب منك ان نتخليو على مريو الترجي الرياضي التونسي، خاطر نحب حاجه اللي تجمعنا تكون اكبر من الترجي الرياضي التونسي واكبر من النادي الافريقي، وهو علم تونس في الاخر هو اللي نجم يلم اليوم. وهذا المساج اللي نحبه يتعدى انا خاصه بعد الاحداث اللي كانت حصلت، نطلب منكم التعليق عليها وانت وائل كنت حاضر، التعليق على الاحداث اللي كانت حصلت في الدوره النهائي لكره اليد في قاعه رادس. للاسف حاجه ماهيش باهيه بكل باهي، مش تولي المباريات تصير من غير جمهور. تو حتى احنا في البلاتو وانت امين ليه وما يجيش وسايب للجمهور وما يجيش ومتعطش يحب يتفرج، دونك ما يلزمهمش من بعد يلوموا على بعد خلاف مع عون امن. الحق تربي انا ما عنديش فكره شنو اللي صار بالضبط، لكن سمعنا الكلام تاع عون الامن اللي كان هبط فيديو وتكلم. دونك شوفوا هو باش خليك من بعد التعليق اللي كنتي خاطرين برشا جوارات زاده نتاع هوند ما تتكلموا على الموضوع هذا. دونك خلينا نشوفوا عون الامن اللي كان تعرض لاعتداء شنو قال. تعرفوا نهار 9 في الشهر نهار اللي هو جاي نهار الاثنين صارت فما شويه نزول امطار برشا تتعبى بالماء البلاصه هذيك، ديما يصير فيها كبر ماء نتاع مرور نتاع شويه ضغط نتاع ماء. فما امراه كيف رجعت في الانتردي الكهرباء نتاعها تحت بار مديت يدي المساعده للمراه هذه كيف كيف الناس كل خرجناها من البلوعه اللي تحت فيها هي، الناس ما في حس يا بتاع يا بهيمه يا بقره وحلتها عملتها الدنيا عطلتها. انا واحد من الناس ما عطيتوش اهميه، تخرج راسه من الشباك وصل بحذاه قال لي توا توا جاي تعدي فينا. كيف جاني ما راني كان ضربه اللي ما همشتني انا، هو كان ضربني قاصد باش يضربني باش يهرب، باش عرفت اللي هو بعد
جوار اللي ما حطوه قدامي وبداوا يبحثوا فيه ومصارت ما بينات المكافحة مش عرفت اللي سيده اللي هو في التابع جمعية ورياضية ولا كذا. أنا عندي توه في وجهي عندي دوبل فراكتور في وجهي تضربني وأنا بزي ضربني مواطن شنو مشي كل الأرض فعلا. الحمد لله كهو أنا أديت واجبي والواجب متاعي رجع عليا والحمد لله مش نتبع حقي حتى للاخر. تغيرني علاش تغيرني خاطر تو مانيش فاهم علاش تضربت هنا ما تو نحب نعرف روحي علاش تضربت كاو به لاعب النادي الافريقي اللي مازال موقف حتى لليوم اللي هو اسامه الرميكي دونك ماهوش موجود حتى في طرح الفينال ما كانش موجود ورينا برشا تفاعلات من اصدقائه الملاعبيه والله وانا معناتها جلب انتباهي وفما حتى ملاعبيه سابقين للترجي هذه التونسي معناتها مش كان ملاعبيه من النادي الافريقي مثلا باش ناخذ اكزامبل كابتور ديكرون تاع عصام تاج قائد المنتخب الوطني التونسي ولاعب المنتخب او قدامكم الستاتيو اللي هبطوا معناتها كان تحب يقالوا جوست تقرا لنا منه معناتها جميع لاعبي كره اليد وجميع لاعبي القدام والحاليين المنتخب الوطني التونسي نرجو من مكتب الجامعه والوزاره ولو حتى من الامر للرئاسه التدخل بكل لطف في قضيه لاعب المنتخب الوطني اسامه الرميكي معناتها هي دعوه باش يدخلوا في الموضوع نتاع اسامه الرميكي ك ديونت فالور به انت سمعت بالموضوع شنو راك شفت تعاون الامن من هنا وفما ملاعب زاد كيف موقوف من غادي انت شنو رايك؟ انا معناها راي بون صحيح اسامه غلط وهذا معناتها مستعرفين به وكل شيء مي اما زاد جوار معناها صغير وصحيح باش تقول لي عاون الامن زاد تضرر ومن حقه وكل شيء اما الناس الكل تغلط مش خاطر جوار معناها لازمنا لا نعاقبوه اكثر ولا موافق معناتها عصام تاج في ستاتيو اللي هبطوا ريتو انت ستاتيو هذا يدور معناتها برشا ملاعبيه وسام حتى وسام البوغاني برشا بارتاجيو لاعب الترجي هذا التونسي معناتها كان تاكدوا لي ولا وسام البوغاني كان هبط وسام معناها جا نعرفوا عاقل جات في لحظه غش ممكن جات زاد قبل دربي ممكن كان ما جاتش قبل دربي راه ما سمع بها حتى حد ان شاء الله معناها ربي يظهر الحق ويخلص وحده واضح به زيد انا من رايي معناتها مع خويا ما هو غلط الملاعب وتوا العقوبه نتاعو بين عامين وعشر سنين وكان باش يسامح العون الامن ومحامي نادي الفريق يتكلم بعد النقابه كبش او دعوه من يا خويا باش النقابه تسامح الطفل هذا خاطر تحب ولا تكره معناتها عمره باش يتحط ولا كلوب قال باش تعطي تعويض والله بعيد انا مجرد هاو العباد الكل يعرفوني مكش خامة طفل بالحق عمره باش يتحط وزاد فما سؤال يطرح روحه معناتها كي نطبقوا القانون صحيح يطبق على الكل وانا في البلاتوات قلنا زاد ترى قضية عمر العبيدي إنسان مات غارق راهو حاشيك في خندق أربع سنين توا عرفنا حقه توا نحن مع القانون وهو ضرب وكذا زاد ماذا بينا قضية عمر ما ننساوهاش خاطر راهي وليت فضيحة راهو معناتها طفل غارق توا هاني أنا مكشخ نحكي معاك والعباد الكل تعرفني مكشخ وما نحب الإنتصال حد إلا لجمعيتي أكثرش قضية عمر العبيدي راهي فضيحة عندك طفل مات في خندق ليه اربع سنين مازلت عند القضاء هي مازلت منشوره عند القضاء به اللي حاب يعطي راي جوست يقول لي تنجي نبدا بيا ومن بعد نجيك مصطفى به بالنسبه للستاتيو نتاع عصام تاج حبيت نقول اللي بالغ شويه كي قال اعطينا للحكايه اكثر من حجمها ما اعطينيهاش اكثر من حجمها قيت باش نوقفوا هالنزيف كما قالت نعيمه قبيله ياسر 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 عنف ثم راجل اكبر من كل عام انا برك نحب نقول تي الشباب وان شاء الله عون الامن لا نقابه ولا حتى حد ولا باش نمشيو السيد الرئيس باش يتداخل حق حقه هو نطلبوا منه بكل لطف باش يسامحوا باش يتنازل احسبوا ولدك احسبوا تخرج كبير في عينين العباد والله لا هو في الحالات الكل باش يخرج كبير خاطر يقوم بمهمته وقتها عون الامن قاعد يقوم بمهمته مش من حق حتى حد يهز عليه يده لكن تصير كما قلت يا الشباب ان شاء الله ربي حنن قلبك وان شاء الله تجم تتنزل وان شاء الله تسامحوا باه مصطفى الحقيقه نتاع ربي انا تمس بوليس مسيتنا الكل تمس بوليس مسيت هيبه الدوله تمس بوليس تعطي ايماج خايبه للعالم رانا نعيشوا في فوضى الحقيقه رانا الحيوان منظم ما عادش نقولوا حاشاك نقولوا حيوان راهو حيوان قبلنا على الارض منظم في الغابة ويعرف وعنده أخلاقياته وعنده أخلاقه عنده لغته وعنده عالمه تتعدى على شرطي كلمة بوليس فيها استخفاف تتعدى على شرطي على رجل الدولة هذاك شنو اللي مازال حب أقول حاجة أخرى ردوا بالكم تفرحوا بالمنصب اللي أنت فيه لا في الترجي لا في الكلوب لا رئيس دولة لا معتمد لا حد شيء فما دولة وفما قانون راه رد بالك تا
ترى روحك انت سوا ديزون محمي خاطرك انت ستار راك عبسه ستار وساعات تولي ساترك ربي يعني تتعدى على امري. نحب نقول لعصام تاج لو كان لميتوا بعضكم خاطر في تونس عندنا بوس خوك ايه بقى برا بوس البوليس برا كفر عن ذنبك بوس له راسه اعطيه كرامته قدام عائلته قدام مرته كرامته قدام اولاده عنده قول له بابا فما امن ضربك اضرب احنا ما نخلطوش لذاك لا انت فما تضربت برا اشكي والقانون يحكم ضربت تضرب انا هكا ربي انا عندي واحد قال له انت تهز علي يدك تضربني بيدك وانا نضرب بالدكتيلو سوادي زون اشكي بيك في القانون. نحب اقول لهنا حسام تيش ما تكبروش الحكايه خاطر الثوره صارت على الغبن راهو اللي خرجوا حرقي لا ساده لا معلمين لا رؤوس اموال لا مديرين لا خرج المواطن العادي والاخر صب على روحه ايسونس يعني الياس وصل له. نحب نقول راهو كي تسامح بالطريقه هذه سوا ديزون باش تعمل ضغط على البوليس ولا الشرطي باش يسامح فما مواطنين حقهم تهضم واضح حقهم تهضم دونك انا نحب نقول يمشيوا على ميابل يمشيوا للدار بوسو. يكفروا عن ذنبهم الجوريات الكبار يحشموا خاطر في تونس عندنا بوسخوك واسقاط دعوه دونك ما تعملش افيشي باش تعمل ضغط جماهيري الناس واضح. تمشي للدار وقدام مرته تطلب السماح منه اكيد يسامحك واحنا تونس نسامحوا اي حنان انت ما تعرفوا اسامه رميكي ولا لا ما نعرفوش اما الحكايه مش اوكي تو من غير ما نوصل حتى بوليس هذاك ما يتمسش بالحق وسي لاغم وجعوني معناتها بكاني بوليس ولا مواطن ما يتمسش عندي كيف حتى حد قانون يتمسك بوليس لا مواطن. انا تخوف لو غرافي مين توي سبورتيف انت توي ليماج نتاع الصغار غزر الاترونجي غزر رونالدو العباد تحب تولي توصل له معناتها غزر لي سبورتيف توي اون بيل ايماج كو تو دوا ما نعرفش فيكولي بارابور لي زونفون انت صغير باش توريه العنف الراجل معناتها بور ريان مشى ضربه علاش ليماج دو لا فيولونس ولات في تونس هكا ربي يخلص وحلو امين وان شاء الله فوالا امين راهو كي سكروا الموضوع اي مش سكر كمل كمل معاك انت رجل رياضه ولا رجل فن ولا معناها يلزم يسو كونترول حتى كان يتغشش يلزم يشد روحه خاطر هذيك ليماج نتاعو ليماج نتاع الرياضيين ومعناها هو زاد الاخر عاون الامن زاد مسكين شنو ذنبه عليه يوصلوا حتى يعمل له عين وكيكه الويب واحد يشد روحه شويه ربي ان شاء الله يحنن القلوب على بعضها ان شاء الله ان شاء الله يسامحوا وراو مكشحين ولا بيستيا ولا يحبوا الاتوال ولا يحبوا السي اس اس ولا مهما كان راو نجموا نكونوا بلوز موا في استاد مع بعضنا جوست حد اغاني راهي تقف غاديك لا ضرب فلامات لا تكسير لا نحن قاعدين نعيطوا من اول السيزون رجعوا الجمهور دي موا كي رجع الجمهور بجاه ربي خلينا نكملوا الموسم على الاقل بطريقه طيبه جدا وخلينا نشيخوا كوره بلاد على الاقل حتى سبور فيها حاجه تفرحنا وواحد ما عادش خالط علينا انا انس شيختنا انس اي وموا على الاقل معناتها خلينا نرجعوا للاستاد وموا نتفرجوا كوره انا فرحان بحقيقه بطلنا ابطالنا اليوم اللي هو وائل جلوز. وائل جلوز عنده انجازات كبيره صغيرات اللي هنا يمكن ما نعرف التاريخ ما يتبعوش بالقدا والكبيرات ما يتبعوش بالقدا شوفوا في التاريخ هذا راجعي شوف مش سهل مسابق شو نقول اول لاعب تونسي يلعب في نادي كيل واللي ما يعرفش نادي كيل الالماني اللي كره اليد في العالم عباره قاعد نحكي على ريال مدريد في الكوره معناتها في العالم معناتها عباره يلعب معناتها جوار تونسي كره يلعب مع ريال مدريد تقريبا نفس الشيء نقول يلعب مع برشلونه راهي كيما في الفوت كيما في الهون تقريبا بنفس المستوى الكبير وبنفس الالقاب انه مش سهل ملاعبي عمره 23 سنه فقط يلعب في اقوى البطولات العالميه دونك برافو صديقي على كبير برشا اللي عملته هذا باه اما خير وائل جلوز في كيل ولا وائل جلوز في برشلونه؟ وائل جلوز في برشلونه خير في برشلونه خير كيل الالمان صعب برشا يا اخي مش صعب برشا ما انا وقت مشيت صغير عمري 22 معناتها الشامبيونه غاديك قويه برشا ليكيب اللي انا كنت فيها زاد كيف برشا ماتشوات الريتم تبدل عليا والعيشه في المانيا صعيبه الاسبانيوري يشبهوا لنا في عيشتهم يقولوا الاسبانيوري قايلوا برشا القايلوا مخر قوموا مخر نعرفهم انا ما يجيوش في الوقت كركاره شويه طقس في اسبانيا طقس في طقسنا ماذا يقول لك الالماني تعبوا كي يعطيك رونديفو بثلاثه دقائق معناتها انت عندك عرق الماني وما قالوا عرق اسبانيوري انا ما عنديش عرق مش الكره الارضيه انا عندي حاجه نعنوه طبعا تحكينا على اسبانيا نعنوع بالصحة مع نادي برشلونة غدوة تبدأ
باه دونك برشلونه لقيت انت معناتها لقيت راحتي اكثر معناتها بن عمر لعب في برشلونه لعب في تونس لعب برشا في برشلونه ما حكيتش معاه الحق دونك هو اللاعب التونسي اللي سبقك ولعب في بعد بدل الجنسيه وخلينا مش عارف كان نقول لك كاريرك انا قداش عمرك انت اليوم 31 سنه كان نقول لك كاريرك لخص هذه في ثلاثه كلمات كل كلمه قول لي علاش تعتبر عندك زهر ولا عندي وما عنديش تعتبر لي عندي زهر وما عنديش خلينا نبداو نفهم فاش عندك زهر برشلونه والمانيا وما عندكش زهر موت او شيء انت تعرف زهر انا والله متاكد اللي حكيتي باش يسمعوها اللي يتفرجوا فينا معناتها مش باش يتاثر فيهم تنجم شوي تشوف علاش عنده زهر وعلاش ما عندوش زهر علاش عندك الزهر هاي نعنوع جاوبتنا انه يحصل له الشرف ملاعب يلعب مع كيل اكيد ملاعب يلعب مع برشلونه هذا معناتها مش دوني للناس الكل باستحقاقه بذراعه معناتها وائل من ملاعبية اللي ملي صغير كي يطلع راه ما يقف قدامه حتى حد كان طلع صغير يقول لك كان طلع وائل راي في الحكه سيد هذا الزهر هكا ولا باه فاش ما عندكش زهر اللي بليسيور والمرض وواحد حاجه تذوق به معناتها البليسيور هما عدو الرياضي عدو الرياضي ما تلقى روحك طالع في برشلونه في نادي كيل عندك يجيك اصابه في العين شنو اللي جرى لك بالضبط؟ اللي جرى لي هو مرضت مرضى اللي معناتها ضرت لي عيني قبلها زاد صارت لي فراكتور دو فاتيك في التيبيا نتاعي اللي خلتني نخرج من برشلونه باش نمشي لجمعيه اخرى باش ناخذ اكثر طونجو على اساس باش نرجع خاطر وقتها انا مازال الكونتراكت وعينك معناتها كنت نورمال معناتها كنت نورمال ما عندي حتى شيء هكاك في ليل ونهار قضاء وقدر حاجه ربي كما نقول اه وي ابتلاء من عند ربي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر به معناتها خلينا نحاولوا انا والله متحير عليك نحب نفهم شنو اللي جرى بالضبط معناتها كنت نورمال عادي جدا كنت نورمال عادي ما عندي حتى شيء انا فجاه قمت قداش اسباب وليت ما عادش تشوف نلقى معناها عيني مضببه وما عادش نجم نشوف بها بالكتاب الطبيب شنو قال لك الدياغنوستيك تاعها شنو؟ مشيت مع برشا طب طلعت عندي معناتها مرضى اللي هي تتاكي حاجات في البدن انا تاكيت لي عيني بنجم معناها كمل بالسبور وعادي ما ياثرش هذاك على بدني وما ياثر على قداش نسبه نتاع عينك وليت ما عادش تشوف بها؟ النسبه نقول بريسك معناتها ما نشوفش بها عين مسكين والله عين لا حول ولا قوه الا بالله معناتها انا متاكد اللي معناتها يتفرجوا فينا راه وائل جلوز معناتها مكسر الدنيا فجاه اختفت اخبار وجمله معناتها ما عادش نسمعوا عليه حتى شيء برشا عباد يمكن مراتين ليبيزود هذايا ما يعرفوش وين اختفى وين مشى شنو قاعد يعمل جات المرضى نتاع العين هذايا من بعد جات ضربه في الكتف تاع يدك اليمين. لا مش في كتفي مع رجع معناتها نلعب عيني كل شيء. بعد صارت لي انفكسيون اللي خلتني معناها بيريود طويله في السبيطار مبيص وقتها انا مصحح في شارتر في فرنسا. ومن هيك زاد خرجت ورجعت عملت بريباراسيون بعد عاودت ضربت في صبعي فراكتور. يا اخي وقتها قلت معناها لي معناتها انت دلوقتي هكا ولا؟ دلوقتي وانا هي اليد اللي قلقتك؟ صبعي اليد اليسار اليسار اليد اليسار بعدها دخلت للمستشفى ولا قدر الله معناتها خفنا عليك برشا خاطر سمعنا اللي تفلقت لك يظهر لي المصرانه الخشينه هذول هكا اي مصرانه سيدي ولاباس الحمد لله لا لاباس الحمد لله لاباس الحمد لله فهمت علينا نعنوع قلت لك راه فما زهر وما فماش زهر بالله جوج سؤال نحب نقول لك انا نقول حاجه والله سامحني انا ديما نقول مش انا نقول الناس كل وان تعدوا نعم الله لا تحصوها لا ربي يخلي لك سويقاتك يديك لاباس قلبك لاباس ريت معناها ديما فما برشا نعم ربي يعطاهم هذيك قضاء وقدر ولعل انهار من نهارات تقول لعل فيها خير مثلا كنت باش تقعد مثلا في المانيا الله يقدر يصير لك حادث مرور ولا بالحق ما نجموش نعرفوا شنو هو لك اكيد فما حكمه وراء ذاك انا نتصور هكا أنا العبارة اللي تعدى بهم العبد الصعوبات معناتها هما اللي يعطيو الدرس باش يكمل حياته بهم معناتها فما حاجات توجع من الحاجات اللي توجع أنه النجم المتألق لاعب كيل لاعب برشلونة كان عنده برشا أصحاب أراك بين ليلة ونهار تلقى شطرهم ديجا ما فماش بون والله لا أنا معناها أصحابي معناها هذوكم هما من اللي صغير حتى كي خرجت وكل هذوكم هما شكون اللي قاعد الأصحاب اللي خرجت بهم من الدنيا في الهوند اللي بالرسمي مش عندي أصحاب أنا أصحاب مع الناس الكل والحق نتاع ربي ما فهمتش ربي هو أنا باش نعطيك إكزامبل عندي حتى مشكلة مع أصحابي نعطيك مثال باهي شكون اللي عيط لك دينغو؟ ما تجاوبنيش
ترى شوف معايا اعطينا الفيديو بينجو. السلام عليكم وائل خويا، نحب نقول لك ان شاء الله ربي يوفقك، ان شاء الله ربي يعطيك صحة للدن، ان شاء الله ربي يشفيك ان شاء الله وترجع لنا كيما العادة واحسن. وائل معنا من جينيراسيون تاعي، لعبنا مع بعضنا من 2008 جو كروا نلعبوا مع بعضنا انا وائل. تبارك الله معنا عمل لي كارير اللي معنا اي سبورتيف يطمح باش يعملها. معنا لعب في التريو نيفو وشرف الشرف كورتيات التونسية، عطى اون ايماج اللي تبارك الله معناها مفهمش ما من خير من هكاكا. تبارك الله عليه، معناها بوتنسيال اللي معناها الناس كل تلبقت له معناها باش يعمل الكارير الكبيره هذيك. اليوم وائل مازال صغير، مازال نجم يعطي ان شاء الله، ان شاء الله ربي يفرج عليه، ربي يشفيه ان شاء الله ويرجع لنا وائل بتاع العاده. قول له خويا رانا نحبوك كرويا واخلاقيا ما شاء الله عليك، يا ربي يوفقك ربي يوفقك. ايش ليه حكايه دينجو تاو؟ صدقني انا بيدي لتاو لا نعرف. هو يعيط لك هو يعيط لي هكا ولا بيدي ما خممتش حتى باش نسال. ما يتقدرش حتى باش يسال وما يسالوش. قول لي راهو عاقل في الدنيا وحشين. وغزمون في التيران ماهوش عاقل مش حشين، ما يحشمش يطلع ويشوط وما يهموش. عنده وجه بتاع السينما. الشاب دانزل واشنطن. هل يستهويك التمثيل؟ فريمون وجهه بتاع السينما. حتى يتمثل. ماكش بعد الكورة. دانزل بورقيف. هاي بعد الكورة. هاي قال لك بعد الكورة علاش نجم يولي. يولي ما في التيران ما يمثلش انا ما تعرفش. معناتها ليميت ما يرحمش بكل. شكون اصحابك القراب على الاخر في الكورة؟ ابار يلعبوا في الترجي، خاطر يلعبوا في الترجي فرد جمعية مع بعضكم. دي يوسف بن علي. جلال تويتي معناها قريب لي برشا. بلاي نحب تحية كبيرة برشا لولد حومتي وصاحبي وصديقي. إي قلقل. جو جلال تويتي. سحار جو سحار نسلم عليه برشا. اللي لعبوا معايا في حمامات قبل، جيلان إمامي في راس بن فرج. في جوارات الكرة كرة القدم شكون يصحاب معاك؟ قالوا ما عنديش الحق صحاب. ما مش برشا. لا مش ما عنديش. باهي خاتي الكرة وخاتي الهوند والفوت، شكون صحابك في الدنيا؟ بربي يقول ميغالو مقبيله، يقول ميغالو مقبيله الى الزفاف شو يقول ميغالو جاه ربي يقول ميغالو ميغالو ولا ليه ميغالو صاحبك ميغالو. باهي كوم كوا راهو الانسان يتعدى بصعوباته، اما القوي هو اللي يقعد ويقف على ساقيه ومهما امتحنته الدنيا يقعد ديما ويقف على ساقيه. وانت مثال للشجاعه وان جون تالونتيو على الاخر متربي، دونك متربي برشا في التيران والبرا من التيران. واليوم انت موجود في الترجي الرياضي التونسي، ما زلت ما بديتش تلعب هكا ولا؟ لا لعبت اول سيزون وعاودت ضربت زادة مره اخرى. لاباس الحمد لله لاباس. نعنوع كركب عليه نعنوع الطفل بجنبه. لاباس لاباس حسن نظامه حسن نظامه. كركبوا على الكرسي بالله مش على الهواء. مش على الكرسي بيدو نعم على الكرسي. اسمع 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 في الستاد تشوفوا فيه هكا ولا نشوفوا اسمع الكرسي مش منه نعيمه قال لك غادي يعملوا الماجينوار ويعملوا لا ما تصورش وي ما تصورش ما عندناش. انا ديما نقول اللي هذه حاجه ربي واللي هذاك ربي شنو كان ماجينوار بيان سور كل شيء بوسيبل. اغزى انا ما معناتها بصفه الحياد نتاع المنشط محايد يعني ما نتمناش لا حظ موفق للفريق A للفريق B شكون في الدوري النهائي ان شاء الله ما نعاودش الراو اللي ريناه. لا بلا جمهور كل شيء اللي يربح صحه ياخذوا بعضهم معناتها واللي يربح صحه لي. اما سينو نتمنى لك انت عوده سريعه للمنتخب الوطني التونسي لكره اليد. نتمنى لك عوده سريعه للميدان. نتمنى لك يا ربي نجاح قداش متربي وقداش محليك وقداش معناتها مستقبلك كبير برشا وكبير كبير برشا. شكون يحب يقول كلمه نبدا من حنان. وي المحليك غران ديكوفيرت فور موا بربي نعملوا سيلفي قبل ما ترى. انا نقول له ربي يبارك عليك ست صاحبي وقديما نقول له الحمد لله وباش يرجع خير من قبل ان شاء الله. بالحق خاطر قلبه باهي ويستاهل كل خير. وائل ولد حومتي يعني ولد الكابون ولد الحمامات. نحب نقول له ربي عادل. دونك في ال 31 سنه تنجم تنطلق. عندنا برشا ولاد صغار شباب مشاو دي زونترونور ونجحوا. خبرتك في العالم تنجم تنفع بها تونس وتنفع بها البر وكاو. مازال عندنا مازال بكري مازال بكري على انه يريني باش يلعب ويعمل الفوز الكبير ومش يعمل تاريخ اخر والدنيا. برافو على تاريخك شرفنا شرفتنا ونورتنا وان شاء الله ربي يحفظك ويحميك وزيد اخدم اخدم ما تسيبش. هاي زياد. ربي يفرحك كيما فرحتك وان شاء الله يرجع للتيران ويفرحنا وبون شونس ومحلاه وبالحق محبوب على الاخر خاطر ياسر متربي خارج التيران
وفي التيران وكاو احنا بطل نغتنم الفرصة باش نحيي أبطالنا الكل وعلى راسهم أنس جابر سميهم راكم نورات تونس راكم في عينينا ونخافوا عليكم ونخافوا على صحتكم وربي يحفظكم لينا إن شاء الله أمين. خليك خويا كلمة الختام شنو تقول؟ نشكركم على الاستضافة فيا قدم تحية لعائلتي مرتي وأصحابي والعباد اللي تحبني الكل. محليق قداش متربي وقداش قداش محليق والله. تصفيق أقوى من هكا على وين جنوز. ميرسي وين كيلا وين شكون فيكم جاع بالله حاش شوية جوع ما يجيعان شوية جعت قلبي سل على السنه توال خرج قلت له جوع بالله حاجه ما اعطاك اللي كي جوع كروحوا الضيف نقعدوا نقعدوا وحدنا والله جوعنا باش استاذن منكم الاولاد باش نهز معايا حنان وبيا اي وعندي لكم باش عندي لكم اقتراح ممتاز على الاخر فيما يخص معون الكوجينه باش تكتشفوه تو تسويت في الومضه الاجتماعيه نعرف في البريود هذايا تبدا الناس تحضر في روحها واللي قاعدين يزهزوا البنات اللي قاعده تحضر في المعون تاع العرس واللي يحب يبدل واللي يحب يجدد في داره فانو المعون حاجه مهمه برشا للرجال ولا للنساء انا مع انه الراجل يدخل يعاون زاد المدام في الكوجينه ما كيعاون لازم ينفستي والمدام لازم تنفستي زاد في حاجه دو كاليتي كي من عنده سكار اللي هي الحاجه بصراحه وليت نفهم في الكوجينه باهي ملي استعملت سكار كانت لوجه على حاجه ما تلصقش خويا فبيه تفضل مرحبا كانت لوج على حاجه بالرسمي كاليتي وتشد معاك مش ستيل كل عام نقعد نبدل انا في الباتري كلها نتاع المعون وبدل واو بي واو درشنيه وخاصه وانهم امبورتي من ايطاليا اللي موجودين اوسكار اللي قدامكم الكل هنا والكاليتي نتاعهم ممتازه برشا والصوم نتاعهم طياره على الاخر ونزيدكم الزياده يا جماعه اللي راهو التوصيل في اقل من 24 ساعه والصوم راهو امبتابل على الاخر بالرسم نحسن ما تختار كما قلت للنساء اللي قاعدين يزهزوا تاعوا وقت الزهاز ده نعرف الوقت هذا تحضروا في المعون تاع الزهاز اللي بالرسم يحب مره واحده ينفستي في معون طياره على الاخر انا ننصحوا انه ياخذ من عنده سكار تشوفوا حاجه ممتازه على الاخر وديجا هاو الجرانيت موجود لهنا معناتها اللي هو الجرانيت يقول لي حاجه طياره على الاخر هكا ولا حاجه طياره على الاخر انا جو بارل ان كونيسونس دو كوز على خاطر رمضان كل استعملتهم واللي تبع فيا في انستغرام شايف اللي استعملتهم اوسكار 5 كوش دو غرانيت معناتها ديجا سي تري بون كاليتي ما يلصقش نجم طيب ما غير ما تزيد زبده ولا زيت دونك تري لايت ويغارد لو غو نتاع الماكله طياره اي سورتو كرمضان الكل عرفت المعون تعمل هكا ينظف دونك تري فاسيل ا نيتوايي حتى هو ميد ان ايطالي وانا كنت نشد حكاك وتبدا هكا تعمل هكا وتتجرح وكل با دي تو والله فريمون ميرسي اوسكار صحي انت ليك قاعده كسكسي جوك انت عاد عامل ريجيم شو كيفاش ولا بالله تبارك الله فرحوني برافو تحب على ماكله بالحق ماكله لازم انت تشوي فيها الماكله الماكله الصحيه ما يلزمش تجيب لف في زبده كما قلت لك لف في زيت والمعون كيف يبدا كاليتي باهيه كما اللي عندنا هذايا ما يشدلكش دونك يلزم معون اللي يعاونك ايه دونك هذايا هو احسن وتبارك الله لاقام اللي تخلاش تبارك الله لقام كبيره على الاخر وخاصه فما فاسيليتي تاع بايمون معناتها ماكش بضروره تخلص الكل معناتها راك نجم تخلص بالتقسيط لمده عام كامل الجارانتي عام كامل باش تخلص بالتقسيط على راحتك معناتها تنجم تخلص بالتقسيط والجارانتي عام كامل ولا 11 مره تنجم تخلص بالتقسيط وهي حاجه ممتازه على الاخر بالرسم برافو جارانتي مضمون والتوصيل في اقل من 24 ساعه على كامل تراب الجمهوريه دونك حاجه ممتازه طياره على الاخر برافو اسكار يعطيهم الصحه في الجام اللي قدامي شنو اللون المفضل لي انا جايك باي شنو اللون المفضل لي نعم الواك هذا طيب فيه المكرونه وكل والمشوي بوغ لي ريجيم طياره والمشوي للريجيم وهذا على راس زياد يظهر لي على راس من جاو هنا مش على راس زياد باهي على راس من جاو هنا انا اوج بيان سور الكود كار اي سورتو الكوكو تقتل مانيفيك الكوكوت شوف الكوكوت ما شبهها بالريس تحية للكوكوت هذا البرنامج الوحيد اللي كوكوت قدموا لها تحية اي نعم الكوكوت قدموا لها تحية انا راه ما تقولوش معناتها حتى الاولاد ما عندهمش دخل ليه انا الجام مفضلة نتاعي تعرف شنو هي الجام نواه هذا اغزر معناتها ترونسبارون وعلى الكحل معناتها حاجة مزيانة مزيانة على الاخر برافو يعطيهم الصحة كاليتي طيارة برشا كاليتي ممتازة برشا وفي الجرانيت ما يلصقش وفي لينوكس معناتها حاجة ممتازة برشا برافو اوسكار يسحقوا تصفيق كثيرة برشا واكيد ديما متهنين مع اوسكار وان شاء الله بدوا بتمام اللي قادمين على عرس الزاز نتاعكم السنه من عند اوسكار
سادة المشاهدين تنجموا تربحوا زوز كراهب مش كرهبة كي تبعثوا قابل اس ام اس على 85810 الكيا ودي ماكس بس ام اس 1 على 85810 اقعدوا معنا راجعين بعد الاشهار